هدفه الأساس ليس ربحية، ليست مؤسسة ربحية، ولكن هدفه الأساس هو ماذا؟ هو النهوض بهيئة التربية والتعليم والتكوين وتحسين ظروف الحياة، بالتالي تهتم بالسكن، تهتم بالصحة، تهتم بالترفيه، بالسياحة، بأمور كثيرة الحقيقة بعضها قد لا نعرفه. يعني عندنا ربما مجموعة من الامتيازات ولكن نحن لا نعرفها. فكيبقى هذه اللقاءات مع الإخوة المتخصصين فرصة لأن نعرف ما يمكن أن نستفيده من هذه المؤسسة. طبعا لها فروع في كثير من أنحاء المغرب، بالنسبة لنا ما يهمنا في القرب كاين تطوان، كاين طنجة، كاين القنيطرة.